السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النور آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم جاءوا پھر سے پڑھنا ان الذين لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم پھر سے لا تحسبوه شرا لكم با کے بعد جو واو آ رہی ہے اس کو اور واضح کریں. لا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم من الإثم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذ لم
پھر سے پڑھیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا بأفواهكم جی, اور علم میم کے اوپر دو پیش ہیں, زیر نہیں ہے, علمی نہیں ہے, علم اور حینا. پھر سے پڑھیں. وتقولون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.